سبحان الله الليبرارية الضايعة عيد الدويهيس هذا خوش يعني دارس كويتي وفهمان عند قبل الوالد سيد ساجد بن سحمد رفع زيناب شيخ الطريقة رفع الصبي اليوم قريته يعني كلامه منمق والله هذا شخصية ما أدري هو ما صار وزير ولا عضو ما سمه إن شاء الله نشوفه بمنصب ما أدري شنو منصبه أستاذ عيد الدويهيس بين أخوانا قبيلة العوازم الكريمة كان واحد وزير لدويهيس بعد دكتور وزير التربية يقول درسنا كل التجارب الثمانين العدلية. المهمة الأولى للعقل البشري هو تمييز الحق على الباطل في مجال العقائد والمبادئ، وهذه المهمة أهم وأكبر بكثير من استخدامي في تحليل الأوضاع السياسية أو اكتشاف حقائق مادية أو تطوير منتجات صناعية أو اشتغال العقل بطرق جمع المال أو الوصول المناصب أو إشباع الشهوات وهمة العلمانية الناس أن العقائد قضايا هامشية أو شخصية أو غيبية وراء الطبيعة. كانوا يقولون حق واسيد الزرفاع يقولون لا فصل الدين عن الدولة يقول لهم لا من ديوان المنصورية أو تتعلق بالآخرة لا الدنيا، هذا هروب وجهل وعزف. العلمانية قائمة على خرافة لا عفوا لا أحد يملك الحقائق الفكرية أي كلنا جهلاء وكل ما لدينا من إثباتات على قائدنا ومبادئنا الدينية والعلمانية هي أدلة غير مقبولة علميا. وأقول لماذا يتمسك العلمانيون بالعلمانية مع اعترافهم بعدم وجود ما يثبت صوابها؟ والمضحك أن العلمانية قائمة على إدارة صحيحة أو غير صحيحة تثبت بها خطأ المبادئ الأخرى وليس على أدلة تثبت صوابها، بمعنى الله أكبر معناه الله مستمر صحيح وسلم أنك إذا أثبتت أن فلان فاسد فليس هذا دليل على أنك صالح. القرآن دستورنا والإسلام ديننا ونبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وشكرا.